السلام عليكم، اهلا بيكي. فكره جديده ليه؟ ترى بقى لو السكينه بتاعتك ما بقتش بتلمع او تلمع او مش حاميه، تتعاملي معاها ازاي؟ موضوع بسيط جدا. هاتي ورق الومنيا او ورق القصدير، شوف انتوا بتسموه ايه، وهاتي سكينتك وابتدي لمعيها بالناحيه المطفيه. طبقي قطعه كده من الورق كده ومن الناحيه المطفيه، لمعي سكينتك، امشي عليها بالراحه كده اهو، وكمان من السن بتاعها خلي بالك علشان ما تتعوريش، امشي معاها بالراحه كده اهو كذا مره كده، هتلاقيها حنيت. شايفين ابتدت كمان سنها يلمع ازاي؟ خلي بالك من ايديكي، وعلى الناحيه الثانيه من جميع النواحي امشي معاها كده اهو، وهتلاقيها لمعت واخر تمام. مع كل سكاكينك اتعاملي معاها ورقه القصدير على الناحيه المطفيه. ان عجبتك الفكره اديني لايك وكومنت واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي.